اليوم الغروب أحس فيه شيء سبحان الله العظيم. شوف المفروض يعني المغرب تخف نسبة الرؤية سبحان الله. شوف ظلال المسجد والهجرة وضع غير. اليوم فيه شيء سبحان الله، فيه شيء ما أدري شنو، بس تحس إنه بالنهار. حنا الحين العصر كل شيء واضح سبحان الله. حنا ترى المغرب اسمع شوف النور هذا منين جاي سبحان الله سبحان الله. شوف ترى هذه صلاة المغرب. شوف يا جماعة شوف الناس تصلي المغرب. شوف الإضاءة لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله. يا أخوان شوفوا الشمس، شوف الآن ضع الشمس ترى كأنها ما غابت. حنا الآن تونا مصلين المغرب. شوفوا البيوت الآن انظروا يا سبحان الله يا سبحان الله لا إله كأن الشمس لم تغاب. أي والله يا أخوان الحمد لله والشكر اللهم لك الحمد. تونا طالعين المغرب. الساعة كم يا أبو عبد الرحمن؟ ها الساعة كم الحين؟ 7:06. آه 7:06 يعني مصلين لنا حوالي 25 دقيقة. سبحان الله شوف صلينا المغرب وخلصنا وشلون صارت الشمس. قدر الله ما شاء فعل.